بعد ذلك إخواني وأخواتي، حينما ينتهي المتوضأ يأتي بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم بأن من السنة أن يأتي بالتسمية في أول الوضوء، ثم في آخر الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا الحديث عند مسلم والترمذي. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللي يقول هذا الدعاء تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. بعض الناس يرفع أصبعه، هذا ما في دليل، ما في دليل أنك ترفع أصبعك بعد الوضوء، لأن الحديث الثابت فيه لا يصح، بل ضعيف جدا، أنه كان يرفع يديه. وفي دعاء آخر وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا عند النساء بإسناد صحيح. والمعنى إخواني وأخواتي بأن أذكار الوضوء ثلاثة فقط، ليس هناك أذكار على الوضوء مطلقا أبدا، وإنما ثلاثة أذكار: الذكر الأول في أول الوضوء بسم الله، والذكر الثاني بعد الوضوء أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو أضفت إليه وأتيت إليه بالدعاء الثاني ما في بأس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لا بأس. وبعض العلماء يرى بأنه ينوع بين هذا وهذا، لكن لو جمعهما جميعا لا حرج عليه في ذلك، بارك الله فيكم. طبعا بعض الناس الذين يخطئون في مسألة أذكار الوضوء يأتون بأذكار على كل عضو من أعضاء الوضوء. مثلا عندما يغسل يده يقول: اللهم ألبسني الحلل. عندما يغسل وجهه يقول: اللهم نور وجهه. هذه كلها مخالفات وبدع. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها، والله تعالى أمرنا باتباعه وبطاعته، ولأن الصحابة ما قالوها. ولذلك لا يظن أن إنسان أن كل دعاء يوظف في عبادة معينة أنه مشروع، لا، نلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فما بينه صلوات ربي وسلامه عليه.